بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب، درسنا لهذا اليوم هو حل موضوع الاستماع. هل ترى الحيوانات العالم كما نراه نحن؟ من كتاب اللغة العربية للصف التاسع الفصل الدراسي الثاني. أتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن ينال إعجابكم واستحسانكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد.